كعادتها دولة الإمارات العربية تبحث عن السعادة وتعمل جاهدة على إبراز صورة حضارية من خلال انفتاحها على ثقافات الشعوب وإقامة الفعاليات الفنية الثقافية المتاحة للجمهور. هذا المهرجان يتسع ويشمل مختلف أنواع الفنون، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية مثل مسابقة السيف والفلكلورية اللي بتجينا من فرق أجنبية، كذلك أن نشرك كافة شرائح المجتمع. مهرجان الفجيرة للفنون يأتي هذا العام تكملة لمسيرة بدأتها بمهرجان المونودراما المسرحي منذ 7 سنوات، ليستمر البحث عن إشراك فنون بصرية وتشكيلية وموسيقية ومسرحية وتراث شعبي لردب الهوة بين الشعوب. لهذا المهرجان النقل الجميل كانت أنك أنت حولته من مونودراما من جنس معين بالمسرح إلى مسرح شمولي داخل في هذه الاحتفالية، والناس هو بالنتيجة بالنسبة لنا مسرح أو سينما أو تلفزيون هو فرجة، وهذا شكل من أشكال الفرجة اللي شفناه اليوم. شملوا كل الفنون بمجملها بعطاءاتها، ألف الموسيقى والشعر والفلكلور بالإضافة إلى المونودراما المسرحي. بحضور رسمي وشعبي وإعلامي وفني انطلقت هذه التجربة الخليجية مستعدة للاطلاع على ما هو جديد المسرح باستقدام فرق فنية من دول العالم لتقدم عروضها طيلة أيام 10 في إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. جميل ظاهر، العربية.